الإديتور هذا يساعدني على أساس ترن بايثون بايثون أبليكيشن أو بايثون سكريبت. فأنا عندي مثلا على سبيل المثال أنا مستخدمة حاليا أستخدم البايتشار وممكن إني أنزل الجوبيتر. فإذا تريدوا جوبيتر عادي أنا أعطيكم على أساس تنزل الجوبيتر نفس الطريقة. أنا ممكن أشرح لكم الطريقة أيضا كيف تنزل الجوبيتر. الرابط الأخير اللي هو الجوبيتر طبعا الرابط كان على أساس install Jupyter. ممكن أنتم ما فهمتوا الخطوات اللي هنا. أنا أريدكم تنزلوا Jupyter Notebook ما لحتاج الداب. تنزل اللي هو Jupyter Notebook. بس كيف تنزل Jupyter Notebook بهذه الأشياء؟ ممكن أنك عن طريق CMD. أوكي سوي لي بس كوبي لهذا الرابط لهذا السكريبت سوري وانزله معي راح ينزل عندي الجوبيتر. واذا كنت اريد اسوي له رن مباشره هذا على اساس تورن الجوبيتر. لأن أنا منزلت هنا بطريقة ثانية يعني فعشان كذا ما راح يظهر معي. أنا منزلت هنا عن طريق ثاني. طبعا هذا كله إديتور وأنا ما أريد أسوي لكم كونفيوز. بس حاليا أريدكم بس تنزلوا البايثون وتنزلوا البايتشار. طبعا الجوبيتر منزلتنا بطريقة ثانية بس اللي هي يعني حتى أنا جربت الجهاز الثاني وضبطت يعني ما إنها الطريقة خاطئة بس لأن أنا صار عندي اثنين في نفس الوقت. هذا الجوبيتر يظهر لك الجوبيتر على أساس كأنه ويب بيج تفتح عندك بالجهاز. فإذا كانت على أساس نيو بيج هذا نيو بيج كنيو بروجكت بهذه الطريقه للجوبيتر. طبعا بالنسبه للباي تشارم ما اعرف خلصته نزلته ما اريد اكون اهيد اوف يو. اكدوا علي بس اف يو ار ريدي استاذ رسمه تسمحي بالنسبه للجوبيتر نعم والجو تو سي ام دي بعدين نعمل الكوبي حل هي نيكست نيكست بس نزلها يعني ولا ايش سوري نعمل انتر نضغط انتر 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 يعني تسوي كوبي لهذا السنتكس هذا بيب انستول نوت بوك تسوي لها انتر ينزل عندك في الجوبيتر نوت بوك. طلع لي هنا بي اي بي از نوت ريكوجنايزد از ان انترنال اور اكسترنال كوماند. اوكي انت ما عندك الصلاحيه فلازم ننزل اشياء. ففي الحاله خلاص خليك على الباي تشارم. فالحالة خليك على البايتشار. أنا راح أشرح لكم اللي هي البيب انستول وهذه الأشياء في درس بكرة إن شاء الله وراح تعرف لي كيف إنك تنزلها. طيب طبعاً راح نبدأ. أنا بالنسبة لي راح أبدأ نيو بروجكت. أوكي أسمي البروجكت بأي اسم مثلاً بايثون وركشوب. أهم حاجة عندي أنا هنا في هذه النقطة طبعاً ممكن تحط اللوكيشن في أي مكان اللي تريده ما يهم بس المهم سمي البروجكت بأي اسم تريده. النقطة المهمة هي البيس انتربريتر.
هذا أنا أهم حاجة عندي أنا، بما أني نزلت البايثون بالخطوة السابقة لازم أتأكد أن أنا أساساً اخترته هو. فأنا عندي هو البايثون 10، فأنا مباشرة ظهر معاي لأن أساساً عندي كم فيرشن بس بهذه الطريقة. بس أتأكد لأنكم تأكدوا لي أن هذا الخيار موجود، ممكن مو بهذا الباث، مو بشرط بهذا الباث، هذا طبعاً خاص فيني أنا. بس المهم أنه على أساس تختاروا اللي هو البيس انتربرتر وكليك كرييت. طبعا هذا لان اساسا مجرد ان اشياء اول ما تفتح البرنامج تظهر لك، ممكن تشيلها. بالنسبة للإديتور هذا في بعض الحاجات ممكن أنا أبوها عليها. أول حاجة هنا عندي أنا هنا اللي هي الدوت باي اللي هي المين اللي أنا أجالس أشتغل عليها، هذا هي المين بيج اللي جالس أشتغل عليها بغض النظر أكريت ون بيج كريت تو بيج إلى آخر كلاسز، هذا راح نتعلمها بكرة إن شاء الله. فأنا في هذه الصفحة حاليا. أوكي، في عندي حاجات هنا داون، بس أهم حاجة بالنسبة لي اللي هي التيرمينال. أوكي، التيرمينال هذا أنا لما أسوي رن يظهر لي في التيرمينال. حالياً مثل ما ذكرت أنا في الرسمة هذا، أنا حالياً أشتغل في الباك إند، ما عندي صفحة فرونت إند، على أساس إن أنا كل ما أسوي شيء في الفرونت بالباك إند يظهر لي في الصفحة الأمامية أو كصفحة. I didn't create that page، يعني ما عندي الصفحة حاليا. فأنا كل ما أشغل حاجة تظهر لي في التيرمينال، تظهر لي في الباك إند. وضحت الصورة؟ على سبيل المثال إذا كتبنا print، هذا بعد من الخصائص اللي هي على أساس تساعدكم، اللي هي مثل ما ذكرت إن الإديتور العادي بالنسبة اللي كنا لما فتحنا اللي هو البايثون، يعني أنا من مجرد إني ما بديت أكتب print يظهر لي على أساس to help، يعني على أساس مثلاً عندي أنا هنا replace or something، يعني أول ما أفتح قوس يعني يفتح لي على أساس إنه شو أكتب هنا ويعطيني الخيارات ويساعدني على أساس إني أكتب الكود بطريقة صحيحة. لكن بالنسبة إني إذا كتبت بالإديتور هذا بالبايثون بحد نفسه لازم أكتب كل حاجة بنفسي خطوة بخطوة، وإذا نسيت حاجة لازم أرجع أشوف وين الخلل أو خطأ وين الإيرور. هنا حالة إنه صار عندي إيرور يظهر لي بالإيرور، وممكن أتبع تريس ذا الإيرور وممكن أعرف وين مكان الإيرور وأصلح الإيرور مباشرة. دكتورة الله يخليك، ممكن تعيدي هذه النقطة؟ أوكي. بالنسبة للفرق بين اللي هو الإديتور سواء كان باي شارم أو أي نوع من أنواع الإديتور، الفرق بينها وبين البايثون، لما تنزل البايثون بحد ذاته، البايثون أنا لما أجي أكتب أي كومنت أي حاجة، مثلا على سبيل المثال A equal 1 B equal 2 أوكي C أو مثلا A plus B ظهر لي كذا. بالنسبة للبايثون للإديتور الثاني اللي عندي أنا هنا، أنا كل ما أكتب حاجة، يعني مثلا على سبيل المثال أنا بديت مثلا، نرجع مرة ثانية نكتب لك إياها برينت، شوف أنا أول ما أبدأ أكتب يظهر لي أنت شو تريد، بي بي برنت ولا برنت. فأنا إذا كتبت برنت هذا مجرد أن أحط عليها وأضغط إنتر يفتح لي الأقواس، أنا خلاص حط لي الأقواس. أنا ممكن هنا وأنا أكتب هذا ممكن أنسى بعض الأقواس، ممكن أنسى مثلا الكوما، ممكن أنسى أي حاجة فتسبب لي مشكلة أني يعني حصل إيرور. وأحيانا صعبة إذا كان كود كبير جدا أكتشف وين مكان الخلل. فهنا بالنسبة للإديتورز أنواعها تختلف يعني طبعاً. بالنسبة لهذا مباشرة يظهر لي أنا أساساً عندي أنا
مباشرة من أكتب برنت يفتح لي أقواس، يفتح لي الأقواس مثلا أكتب على أساس أني أريد أكتب. يفتح لي الأقواس مباشرة وبعدين يظهر لي علامات مثلا أنا ما كتبت هذا أوكي وسويت لها رن، يظهر لي على أساس أن عندك syntax error وين بالضبط أوكي، يحدد لي المكان بالضبط وين في الكود نمبر 1. وللعلم بالنسبة للبايثون بالنسبة لهذا الرننج يصير عندي أنا line by line. شو معناته line by line؟ يعني مثلا على سبيل المثال أنا كتبت print python أوكي، كتبت بعدها print شوف عندي الخلل هنا. شو هذا انا بدي اشرح لكم اياها، بس خلنا قبل لا اشرح هذا اشرح لكم حاجه هذه واسوي لها رن. الرن اضغط هنا ممكن اسوي لها رن، فلا مثل ما تلاحظون قلت لكم انه اساسا هو ريد لاين باي لاين. اللاين الاول كان برنت بايثون صار طلعت عندي بايثون، اللاين الثاني كانت عندي وركشوب صارت عندي وركشوب هنا اوكي. فاذا انا عندي خلل مثلا صار خلل هنا نسيت مثلا شلت مثلا واحده من هذول وسويت لها رن، حدد لي انا اساسا عندي وش لاين، قال لي لاين 1 وحدد لي المكان وحدد لي وين بالتحديد المشكله. انا اساسا عندي انا اللي هي البرنتسيس والكويتو هذه دبل كويتو، فانا عندي مشكله هنا فاكتشفتها مباشره ان عندي انا خلل ولازم اضيفه اوكي. اسوي رن حلت المشكله. بالنسبه طبعا هي على اساس انا الحين اكتب هذه كمجرد ان تكست، وبما انها هي تكست فلازم اني احطها بتوين اللي هي البرنتسيس وبتوين كويتو سواء كانت سنجل او دبل. يعني انا ممكن اني اكتب هذا ارجع اكتبها مثلا برنت اكتبها مثلا على سبيل المثال، مو بشرط اني اسويها دبل اسويها 1 فعادي يعني تصير ما فيها مشكله ككتابه صارت واني طلع لي عندي انا اساسا صحيحه. بس شو معناته ان انا حطيتها بتوين اللي هذه اللي هي شو اسمها كويتو هذا على اساس ان انا هذا اللي هنا داخل عندي سترينجز معناته التكست. ممكن انا اكتب برنت بس تعطيني معطيات ثانيه مو بشرط انها string لان في انواع للديتا. في عندنا الديتا على اساس اللي هي طبعا انا I go ahead يعني من ما اللي فتحت هذا اكتب اتكلمكم عن هذا بالتحديد. طبعا انواع الديتا تايب في عندي integer، الانتجر اللي هي اي عدد صحيح سالب او موجب، وعندنا الفلوت الاعداد العشرية مثلا عندي اللي هي 0.2 0.4 الى اخره، وعندنا حاجه اسمها البوليان الترو والفولس، وفي عندنا السترينج وفي انواع ثانيه بس انا ما يعني ما بغيت اعقد لكم الموضوع بس خليت الاشياء بسيطه جدا. السترينج مثل ما ذكرت لكم اللي هي على اساس اللي هي تكست. مثل ما تشوفون هنا عندي انا اساسا بالنسبه للانواع أنا كيف ممكن إني أنا أعرف شو نوع أنواع هذه الأشياء. طبعاً أنا أشيل هذه الأشياء مثلاً كتبت x equal 5 أوكي، كتبت print هنا كتبت type أوكي. تذكروا لما قلت لكم ان انا اساسا اذا كانت عبارة عن string انا لازم احطها بتوين اللي هي الدبل كويتو كذا
هذا اذا كتبتها انا كذا طوالت برنت تايب، بس انا هنا كان هدفي ما كان على اساس تايب، انا هدفي اريد اعرف هذا شو نوع الداتا تايب، هل هو سترينج، هل هو انتجر، هل هو فلوت الى اخره. فانا لازم اشيل طبعا اوكي واحط اللي هي الاكس واسكر الاقواس. في الحاله ظهر لي على اساس انها اساسا هي مثل ما تشوفون هنا هي انتجر. اذا كنت انا كتبت مثلا على سبيل المثال دوت 2 سوينا لها ران ظهرت لي عباره عن فلوت. اذا انا كانت الاكس عباره عن فيريبل، الاكس هذه اللي هنا هذه فيريبل يعني متغير، المتغير هذا انا ممكن ان انا اعطيه اي مسمى، مو بشرط انها اكس، ممكن تكون اي، ممكن نيم، ممكن اي حاجه، يعني ممكن اكتب نيم اوكي ايكوال ممكن احمد مثلا على سبيل المثال اوكي. وهنا لازم اغير بما ان انا حطيت الاكس كانت اكس هنا حطيت التايب اكس، فاذا حطيت التايب اكس هنا ما راح يقرا عليها طبعا هي ايرور لان اساسا ما معرفه، فانا لازم اعرف شو هي اساسا. انا اريد اعرف التايب تبع النيم، فانا اشيل النيم اشيل الاكس واكتب نيم اسوي لها ران. طبعا هي راح تكون سترينج في هذه الحاله. طبعا انا مثل ما ذكرت لكم هي عباره عن شو، هذه متغير اللي هي تسميها variable. الـ variable أساساً أنواع، بنفس الطريقة أنواع للـ variable. طبعاً هي ما إنها أنواع معناتها أنواع، لا بس يعني على أساس مثل ما ذكرت لكم إن مثلاً أكتبها كنيم، مثلاً أكتبها نيم X Y إلى آخره، ممكن أسميها بأي اسم. أوكي. في أيضاً بالنسبة للفيربل في بعض الحاجات تنبيهات اللي أنا ممكن أريد أنبهكم عليها، اللي هي إن أنا ممكن مستحيل إني أنا مثل ما تشوفوا هنا عندي بي هذه فيربل أوكي، أنا مستحيل إني أبدأها برقم من الأرقام أحط 0 2 إلى آخره، هذه مستحيلة يعني ما أقدر أقول إن هذا أساسا فيربل راح يظهر لي إيرور أوكي. cannot conflict with language keyword. شو معناته هذا؟ شفتوا أنا لما كتبت type ورجعت كتبت type مرة ثانية بس حطيتها بين أقواس، معناته إن أنا مستحيل إني أحط كلمة type هنا أو أكتب كلمة print على أساس إنها variable، لأن أساساً print بحد ذاتها عبارة عن function موجودة عندنا بالبايثون، فأنا ما أريد تكون هذه الconflict. وايضا ممكن اني انا اساسا اللي هي الفيربل انا ممكن اني تكون كونتين، يعني ممكن احطها ميكس اوف يعني الحروف وارقام مع بعض ما فيها مشكله. هذا بالنسبه للفيربلز ان جنرال. ايضا بالنسبه للفيربل في حاجه مهمه اريد اوضحها، ان اساسا الفيربل عندي على سبيل المثال اذا كتبت لكم انا مثلا كتبت age equal 10 كتبت age equal 15 اوكي كتبت age equal 20 اوكي هذه كتبتهم كلهم بهذه الطريقه اوكي. لما اجي انا اسوي لهم على اساس مثلا اكتب لهم print print age print age print age. شوفوا لما اسوي لها run شو راح يطلع معي.
معناته ان اساسا هو اساسا عندي انا اساسا الفيربل كيس كيس سنسيتيف. هذا معناته ان الايج هذه مختلفه عن الايج الثانيه، مختلفه عن الايج الثالثه. فاذا انا غيرت سواء كانت ابر كيس او لوور كيس او كلها لوور كيس، فعندي انا اساسا تختلف، فهذه فيربل وهذه فيربل وهذه فيربل. فيعني خلوا بالكم من هذه النقطه. ممكن انك انت بديت الكود وكتبتها ايج اوكي، وخطا لما يعني مراحل يعني بعدين رحت كتبتها مثلا بالكابيتال اي، راح يظهر لك ايرور لانك انت اساسا عرفتها الفيربل من البدايه على اساس كلها سمول. فلازم تخلوا بالكم من هذه النقطه. ايضا ممكن اني انا اساسا اعرف الاشياء بطريقه ثانيه بالنسبه للفيربل. ممكن اني انا اعرفها مثلا اكتب مثلا x على سبيل المثال as a variable اوكي، واكتب y as a variable، ومثلا z as a variable equal، واحط الاشياء اللي انا اريدها. مثلا على سبيل المثال اكتب مثلا مثلا x عباره عن مثلا اورنج مثلا كوما، هنا لازم اكتب على اساس اذا كنت I want to call all of these، لازم اكتبهم على اساس print واحدة بواحدة. مثلا print تسوي له رن تظهر للأشياء. هذه من نوع يعني طريقة كتابة الفيربل. أوكي، في حاجة هنا أوكي أنا ممكن إني أسويها، وهي إني أنا أضيف كومنت. أوكي، طريقة إضافة الكومنت بشكل عام إني أنا إذا كنت أريد أضيف أي كومنت ممكن أضيفها عن طريق مثلا أكتب هاش واكتب الكومنت اللي اريدها. مثلا this is python workshop اوكي. هذا معناته ان انا اساسا لما اسوي run للبروجرام ما راح ياثر علي هذا بغض النظر عن شو اللي كتبته. وممكن تفيدنا اساسا الكومنتس على اساس ان احنا نعطي تعليمات، او مثلا على اساس انك تكتب instruction ممكن ترجع لها يعني بعدين. أحياناً الواحد لما يكتب كود يعني ويسوي بروجرام كبير جداً ينسى الأشياء، فأنت ممكن على كل خطوة أو شيء ممكن تكتب على أساس كومنت تذكرك، بدل ما ترجع للدوكيومنتيشن وممكن ناسي الأشياء وممكن مو مسوي دوكيومنتيشن، تكون الأشياء موجودة واضحة عندك خطوة بخطوة أساساً ليش أنا سويت هذا أو ليش أضفت هذه النقطة أو إلى آخره. وهذه الكومنت تفيدني وتفيد غيري. يعني على سبيل المثال إذا كنتوا تشتغلوا في تيم، فإذا الكومنت موجودة الأشخاص الثاني ممكن يستفيدون منها، ممكن هو لما يجي على البروجرام ما بيفهم إذا كان كله يعني بس مجرد أنه سينتاكس وإلى آخره، ما راح يفهم شو ليش الغرض إن إحنا أساساً ضفنا هذا الكود أو اللاين هذا. فإذا كان فيه على أساس إنه مكتوب كومنتس موجودة على أساس إنه توضح ليش أنا استخدمت هذا، فهذا تسهل عملية المبرمج الثاني إنه يفهم شو المقصود بهذا الشيء. شوف أنا الحين شوفوا الحين أنا ضفت سويت رن، طبعاً ما ظهر لي شيء، وهذا الكود طبعا ما ظهر لي، ما هذا اللاين ما ظهر لي لان انا اساسا هذا عباره عن كومنت. كومنت اوكي. تجربون كاتبه كذا في بعض الاشياء على اساس الفيربلز، اذا تريد تجربوا في اكسرسايز بسيط اعطيكم 5 دقائق.
Can you hear me? Yes, we can. Okay. طبعا هذا عندي أربعة، حتى لو تسوي واحد أو اثنين مو مشكلة. مس يس لما تطلع لي، لما ادخل البرنامج تطلع لي كم الصفحه في البدايه، يقول لي اكتف كود وذ مي، يعني ما قد لما فيها اكزت، لما اضغط اكزت بند البرنامج ما قدرت اسوي كرييت. ممكن تسوي شير سكرين؟ شير سكرين ان شاء الله، لحظه خلاص نشوفها مع بعض ان شاء الله. هذا اللي تظهر لي البيت واضحة؟ لا حضرت شوي بس. ما ظهر. انت مسوي شير للسكرين كامل ولا شير للسكرين للابليكيشن بحد ذاته؟ مسوي ويندو. ويندو؟ لاني ما اشوف البرنامج انا. لحظة ابندو شغلة مرة ثانية. انا ممكن اسوي اللي هو أتوقع الحين بيظهر الحين. أوكي. تظهر لي هذه الصفحة. فلما أسوي إكزت يتبند. أنت نزلت الكوميونيتي؟ لا. أنت نزلت اللي هو البروفيشنال. لأن هذا على أساس start need to be activated. انا لما قلت لكم على اساس انك تنزل عندك نوعين، في نوع اللي هو بروفيشنال وفي نوع اللي هو كوميونيتي. لما تنزل تفتح صفحه باي تشارم. ايوه اوكي. في عندك خيارين. لحظه اسوي لك شير سكرين. سوي شير سكرين شوف الخلل وين بالضبط. شوف انا لما كتبت على اساس اللي هي الداونلود باي تشارم، في عندك نوعين، في عندك البروفيشنال وفي الكوميونيتي. انت اللي نزلت البروفيشنال، فهو يطلب منك اكتيفيت اور ستارت وذ ذا ترايل. فيفضل انك تنزل اللي هو الكوميونيتي على اساس انه اساسا هذا فري. يمكن نزل نزلت البرنامج وقت الاعلان يعني، فما اتذكر وش اختار، بس بحذفه وبنزله مره ثانيه. اوكي تمام شكرا. تريدون أوضح لكم ولا نحلها مع بعض؟ تريدون or it is easy؟ زين يكون مع بعض. أوكي خلاص نحلها مع بعض.
Create a variable named course name and assign the value Python to it. أنا علمتكم على أساس تكريت a variable. قلت لكم ال variable بغض النظر عن الاسم سواء x, y إلى آخره. أنا بس أريدكم تسووا لي إياها على أساس إنه course name هو اسم ال variable وال value تبعه يساوي Python. That's it يعني ما فيها شيء. يعني مجرد إنه حاجة بسيطة جدا. لحظة بس أشيل تحلل. رجع هنا. امسح هذا. يعني المطلوب ببساطة انك تكتب هو course name equal python لان python اساسا عبارة عن string فانا حطيتها between parentheses. اوكي هذا هو المطلوب. ما طلبت الرن. حالة اني انا سويت الرن ما راح يظهر لي شيء لان اساسا انا ما طلبت اي حاجة. هذا انا مجرد اني حطيت الكود داخليا. لكن اذا كنت اريد output فالoutput على اساس اني اطلع الoutput اكتب print في هذه الحالة. طبعا هذا كانت سلايد بعدين اكثر راح اشرح لكم اياها بس ما انا يعني اشرح لكم اياها الحين. print انا اذا كنت اريد output على اساس يظهر لي الاوتبوت لهذا اضيف كلمه برنت واكتب اللي هو الفيربل نيم اللي انا حددته الفيربل نيم اللي هو كورس كورس نيم. اوكي هذا ظهر لي واسوي رن. في هذه الحاله ظهر لي اللي هو الاوتبوت. لكن اذا كانت ما عندي هذا للعلم السؤال اساسا انا ما طالبه على اساس الاوتبوت كان السؤال بس فقط هذا بس مجرد انكم تتعلموا على اساس انكم تكتبوا اللي هو الvariable in general. السؤال اللي بعده create a variable name نفس الطريقة create a variable name x and assign value 60 that's it نفس الطريقة. أنا أسمي الvariable عبارة عن شو؟ عبارة عن x. أوكي والvalue تبعه لأن أساسا عبارة عن integer طبعا راح تكون 60. أوكي ولأن أنا ما طلبت to be printed out فهذا هو اساسا الاجابه للسؤال الثاني. فاذا كنت انا اريد اطلع للاجابه اشوفها عندي في الشاشه طبعا انا اضيف الفيربل x عندي انا اساسا ظهرت لي هنا الاجابه 60. واضحه الصوره؟ نعم واضح. اوكي هنا display a sum of 5 plus 10 using two variables. فهنا لازم أعرف two variables. عندي ال x وأعطيها قيمة وعندي ال y وأعطيها قيمة وبعدين أسوي اللي هو على أساس أظهر السم. بنفس الفكرة. يعني على سبيل المثال ببساطة جدا أحط الأشياء x equal 5 وعندي y equal 10 وعندي اللي هو على أساس أني أنا أريد الأوتبوت اللي هو السم تبعها فأنا أحطها هنا لأني طلبت الأوتبوت أكتب print أوكي print اللي هي عندي x زائد y أفتح القوس أسوي هذا. لا شوف الخطأ اللي سويته أنا كتبت الـ variable بالسمول ورجعت هنا وكتبته بالكابيتال. فحتى لما أجي هنا يظهر لي الأورور. شوفوا هنا عندي على أساسا هذا من فوائد اللي هو الباي شارم إنه على أساس يظهر لك وين أساسا الخطأ حتى ممكن تحصل الأشياء هنا تعليمات على أساس unresolved على أساس يحدد لك اللاين بالتحديد وين البروبلم البروجكت ايرور كل هذه الاشياء تحصلها هنا. عندي انا البروبلم هنا اوكي التيرمينال كان عندي هنا هذا اللي كنت انا شغاله عليه. فالحين انا مجرد اني اغير هذا بس احطها واي اسوي لها رن بعد نفس الشيء ليش سوري ما سكرت قوس اوكي فطلع عندي الناتج 15. بالنسبه للسبيس انه لازم نعمل سبيس؟ لا ما لازم. في نقطه ثانيه
بالنسبة أنا الحين أعلمكم على البايثون. أوكي، اللوجيك والفكرة نفسها تتبع لكل لغات البرمجة، لكن في حاجة وحيدة اللي هي تختلف بين لغات البرمجة. راح نتعلم على الفور لوب وعلى الوايل وعلى الليست وعلى أشياء كثيرة راح نتعلمها، ولكن بتقول إن هذا يعرف للبايثون وهذا يعرف للجافا وإلى آخره، وهل صعب إني أنا أكون أتعلم بايثون وبعدين أتعلم جافا أو أتعلم جافا وأتعلم بعدين إلى آخره؟ بما إن اللوجيك والكونسبت معروفة فكل اللغات البرمجة تتبع نفس الكونسبت أساساً واللوجيك هذا، لكن في حاجة وحيدة تختلف اللي هي السينتاكس، طريقة الكتابة. يعني على سبيل المثال إذا أنا أريد يعني مثلاً to print the output في الجافا، أنا أكتب print in print system out إلى آخره. هذا طريقة الكتابة، الصياغة فقط تختلف، ممكن فيها على أساس أنت مثلاً في بالنسبة للبايت بالنسبة للجافا بعد ما تكتب ال variable كذا تسوي على أساس اللي هي sync، أوكي، على اللي هي الفاصلة منقوطة وإلى آخره. هذه الأشياء أنت تتبعها يعني لغات البرمجة، شو السينتاكس اللي تتبع هذه اللغة، بس كلوجيك وككونسبت كلها نفس الشيء. أنك تعرب عندك variables، عندك function، عندك loops، while loops إلى آخر، هذا كلها نفس الشيء، نفس الفكرة، لكن السينتاكس طريقة الكتابة أنا أغير طريقة الكتابة. هذه لغة الجافا تستخدم هذه الطريقة للكتابة، وهذه لغة مثلاً سي شارب تستخدم هذه الطريقة للكتابة على أساس أني أطلع الأوتبوت أطلع الإنبوت وإلى آخر بهذه الطريقة. فبالنسبة للسبيس ما تأثر إن جنرال يعني. طبعا لغه البايثون من اسهل اللغات يعني من بينهم، حتى انها اساسا يعني انها اللغه دايركت، يعني انك تفهمها ما لازم تحتاج انك يعني شويه، لان هذيك اللغات مثل ما ذكرت لك السنتكس شويه تختلف فتكون صعبه بالنسبه للشخص انه يفهمها. هنا مباشره انا قلت ان اساسا اكس تساوي 5 واي تساوي 10، طلع لي اكس زائد واي يطلع لي 15 ببساطه. طبعا هذا ينطبق على كل العمليات الحسابيه، كل العمليات الحسابيه. نعم، السؤال اللي بعده create a variable called z، okay assign x plus y to it. يعني أنا عندي أساساً عبارة عن أن هي نفس المسألة اللي فوق ما تختلف، بس إحنا هنا المسألة هذه عرفنا اللي هو ال x وعرفنا ال y، لكن إحنا بدل ما نحطها على أساس أن x زائد y تطلع لنا على أساس الإجابة كذا، أنا شو أسوي؟ أعرف ال y الزد سوري، وذكر انك تعرف الواي تعرف variable اوكي واساين x plus y، يعني الزد تساوي عبارة عن x plus y. اوكي، وهنا اسوي print للزد هذه الحالة يظهر لي الناتج 15. هذا بالنسبة لهذا الاكسرسايز. هذا الأشياء شرحت لكم إياها اللي هي على أساس إن جنرال يعني الانتجر والفلوت والبوليان. البوليان راح نرجع لها بعدين، وأكثر حاجة راح نستخدمها وأوضحها بطريقة ثانية اللي هي لما نوصل على أساس الفور لوب وإلى آخر والكونديشن راح نستخدمها. هي بسيطة جدا، عبارة عن إن أنا أساسا أعطي كونديشن، هل هذه true or false، وبناء عليه الكونديشن راح يصير أو لا بهذه الطريقة. هذه من أبسط العمليات اللي نحن ممكن نستخدم فيها البوليان. طبعاً هنا إكسرسايز. طبعاً هذا ما في شيء، أريدكم بس تعرفوا لي شو التايب تبع الإكس. ممكن تسوي واحدة أو ثنتين، مو بشرط ممكن تمروا عليهم كلها. يعني مثلاً تكتب هذا بنفس الطريقة وتسوي لرن، وأريد أعرف شو التايب تبع الإكس. هل هو إنتجر؟ هل هو بوليان؟ هل هو فلوت؟ string. واضحة الفكرة؟ واضحة. الحين طبعا أستاذ بالنسبة لل هذا ما بيظهر معنا الناتج بسبب إن ما منزل البايثون أنا، فلازم ننزل الاثنين؟ أيوة لازم ننزل الاثنين.
اني عامل ان انستليشن بس طلب مني ريستارت عشان انزل مره ثانيه. اوكي هو لازم الاثنين لان اساسا هو المشغل، لان اتذكر انا لما قلت لكم في البدايه هنا حاولي بس اقطع عليكم، لما جينا نسوي اللي هو النيو بروجكت انا نبهت على ان اساسا لازم يكون اللي هو هذا البيس انتربريتر. شو مقصود البيس انتربريتر؟ هو يعني يترجم على اساس المستخدم تلنا اللي هو البايثون. فانا اللي نزلت البايثون اللي هو الاي اكس اي اللي نزلته في البدايه الخطوه الاولى، وبعد ذلك تنزل اللي هو الباي شارم. او حتى لو نزلت الباي شارم قبل وبعدين نزلت البايثون ما في مانع، على اساس انه بس يعني ان اوردر يعني، بس المهم انه يكون نازل موجود معك في الجهاز، يكونوا الاثنين موجودين لانه ما راح يشتغل من دونه. واضح، شكرا. فهنا مطلوب بس تكتب اكس وتكتب شو هو طبعا ما اعتقد اني لازم اكتب اكتبه هذا، بس حتى ممكن من النظر يعني ممكن تعرفوا التايب. بالنسبه للاكس الفايف عباره عن شو تايب؟ شو انتقل. اوكي وبالنسبه لهنا هيلو وورد string. What about this one here? Boolean. And this one? Float. Float. Okay. إذا تشوفوني سريع خبروني. بالنسبة لهذا هنا عندنا string. احنا قبل شوي سوينا عملية رياضية ألا وهي هنا شيل هذا شيل هذا سوري. احنا لو لاحظتوا ان احنا نسوي عمليات رياضية على integer، فإذا احنا جربنا نسوي عملية رياضية على سبيل المثال على string، شو راح يكون الاوتبوت؟ اوكي هذا هو السؤال، هذا هو المغزى من هذا السلايد اللي قبل شوي. على سبيل المثال انا كتبت شيل هذه الاشياء كلها ما نحتاجها، مثلا كتبت بس لو سمحت عندي سؤال. نعم. لما نكتب اللي هو الـ بول لازم تكون ترو والفولس بالكابيتال صح؟ لان يصير ايرور. يس صح، زين نبهتيني، نسيت انبه على هذه النقطه. لازم تكون عندكم هنا لازم تكون ترو بالكابيتال والفولس بالكابيتال اف، اذا كتبتوها بالسمول راح يظهر ايرور، هذه ماست. نرجع على أساس اللي هي سالفة أني أنا إذا حاولت أني أسوي عملية رياضية على string، مثلا كتبت 1 plus 2 أوكي. ولا نكتبها بطريقة ثانية، أعطيكم إياها بطريقة أبسط. أكتب مثلا على سبيل المثال وان لون أنا هنا عندي إذا كتبت مثلا
C equal A زائد B print C. سوينا الهران. شوفوا شو طلع لنا. طلع لنا 1 2 وما في بينهم سبيس. اوكي هذه العمليه تسمى concatenating ندمج. اوكي دمجنا الاثنين مع بعض. هذا من خصائص اني انا اساسا اضبط اللي هو two string مع بعض. اوكي انا ممكن اني اسوي اعدل على هذا اخلي بينهم سبيس. كيف ممكن اني انا اعدل على البرنامج هذا البسيط اني احط بينهم سبيس؟ كيف ممكن اسويها؟ اسويها انا مثلا عندي سي تساوي A زائد اوكي احط هنا النص على سبيل المثال. اوكي زائد احط زائد قال حالة كذا B سمول B. لما اسوي run صار عندي space لان انا اساسا سويت space هنا كأن في حرف اسمه كتبته او في كلمة او character or text بس ما كتبتها وخليت لها مكان. فهذا هو الهدف من اني حطيتها هذه المسافة هنا. فكذا صارت عندي 1 و 2. فلما جمعت string الاول مع string الثاني طلع لي هذا الناتج طبعا بالمسافة بهذه الطريقة. واضحة؟ اذا عملنا سبيس ما بيظهر نفس الناتج مثلا A سبيس بلس سبيس B. اوكي نجرب اللي A سبيس ايوه بلس سبيس B. اوكي جرب شوف صار نفس الحالة ماشي لان انا قلت لكم السبيس ما تأثر معي وجودها مثل عدمها في الكتابة. اوكي فلهالسبب لما على اساس اني انا اشيلها اسوي بس على اساس اني احط كاني خليت خانة الميموري ان انا ضبط خانة بي لهذه السبيس. او ممكن اذا ممكن اعرفها كفاريبل سبيس يعني مثلا A1 B2 C تساوي السبيس وبعدين نجمع. اضطر انك تاخذي اعتقد انك تاخذي في هذه الحالة انك قصدك انك تضيف مثلا C على سبيل المثال او لحظة C مثلا قصدك اني اسوي C اعرفها بكيف يعني احطها مثلا كذا ايوه امتي يعني ايوه اوكي بعدين نقول مثلا D تساوي A زائد B زائد C. اوكي نشوف هي تجارب شوف النتيجة شو اللي راح تطلع. لو بتكون بلس سي في الحالة بلس بي بلس سي. اوكي بلس سي بلس بي. اوكي برنت بي. شوفوا في الظهر سبيس في الكوتيشن سوري سبيس في الكوتيشن سي احط سبيس هنا ايوه اوكي نحط سبيس. اوكي وضحت الصوره نعم. اوكي اذا كان موجود اكثر عن variable بنفس المسمى يعني مثلا موجود اكثر عن ايه في الصفحه هل واحد اقرب واحد ولا هذا النقطه شوف الحين انا كتبتها كتبت A 1 و A نرجع مثلا نسمي هذه A على سبيل المثال نرجع مثلا نسميها A. اوكي نكتب هنا مثلا 3. اوكي شوف اللي راح يظهر طبعا سوري انا نسيت هذه الحالة راح يظهر لي اخر واحد 2 و 3 لأن البايثون يقرأ لي لاين باي لاين فآخر قراءة قرأها هي التي تنحفظ معه. طبعا إذا عملنا second A capital بيكون مختلف أيوة في هذه الحالة راح تكون مختلفة
اوكي هذا بالنسبه للسترينج ان جنرال. في حاجه بس بسيطه ممكن اني ازيد عليها. طبعا اذا انا مثلا نكتب print اوكي نكتب مثلا this is python work shop اوكي لما اطبع هذا ظهر لي مثل ما هو. اوكي انا مثلا كلمه بايثون اريد احطها انها تظهر لي في الكتابه بتوين اقواس صغيره هذه. اجي هنا مثلا واحط قوس كذا اوكي واحط هنا قوس ثاني. شوفوا ظهر عندي ايرور. شو هذا الايرور؟ لان اساسا انا هذا الفانكشن هذه ما عرفت وين تنتهي اساسا. انا بديتها كسترينج بعدين كأن سكر اساسا عندي السترينج اساسا حد هنا لان خلاص هذه سكرناها الاقواس الاولى مع الاقواس الثانيه وخلصنا. جتنا مره ثانيه في اقواس بعدها وفي اقواس بعدها فصارت كونفيوز بالنسبه للسيستم هذا سترينج اور نوت. شو المشكله وكيف انا اعرف هذه الاشياء؟ فهذه الحاله اذا انا مثلا اريد احط مثلا كلمه بايثون بتوين اقواس أنا ممكن إني أنا أحط هذا الأقواس الخارجية هنا على أساس قوس واحد، القوس الأخير هنا مثلاً أشيله على أساس اللي هي بدل ما تكون دبل أحطها سينجل، أوكي؟ وممكن إني أسوي لها رن. فهذه الحالة راح تظهر لي this is Python workshop، أوكي؟ وممكن العكس، ممكن أحط هذا اللي هنا دبل، ممكن أحط هذا اللي هنا سينجل، هذه الطريقة. اوكي بهذه الطريقه هذا واحد من الاشياء. ايضا ممكن ان انت مثلا تريد ترسل يعني تكست طويل يعني جدا بدل ما اكتب بهذه الطريقه ممكن اني اكتبه مثلا بما انه يعني تكست طويل جدا على سبيل المثال حتى ممكن اكتبه مثلا اكتبه مثلا اضيفه في فيربل اسهل لي يعني على اساس اني اطلع. بس في هالحاله لازم اسوي اللي هي بما أن التكست طويل جداً أسويها ثلاث مرات واحدة اثنتين ثلاث كانت سواء سينجل ولا دبل. أوكي أوكي وأكتب التكست whatever whatever I want طبعاً أنا. أوكي وأسكر الأقواس بنفس الطريقة. أوكي بعد ذلك أكتب print طبعاً هو المفروض تكست طويل ما هذا بهذه الطريقة العشوائية اللي كتبتها أنا. راح يظهر لي هذا التكست كامل لأن أساسا مثلا الرسائل إلى آخر الإيميلز كذا أحيانا يكون على أساس أنك تتخلي السيستم يرسل رسائل أوتوماتيكلي والرسائل تكون تحتوي على تكست كبير جدا فعلى أساس أن ما يسوي كونفيوز تسويها ثلاث سوي واحدة اثنتين ثلاث كأن شورت كت يعني ترى شو هذا الى اخره. فهي اهم حاجه انك يا تسويها دبل يا تسويها سنجل بهذه الطريقه. اوكي هذا بالنسبه للسترينج. اشوف اذا في عندنا اكسرسايز ما اذكر صراحه اذا مرينا عليه ولا لا. طبعا هذه اللي انا ذكرتها قبل شوي كنت اتكلم عنها لما نضيف مثلا بلس 2 الى اخره. هذا طبعا المستخدمه للبايثون الاساسي للفي سيستم عشان كذا مباشرة من كتب 1 زائد 2 طلع لنا الناتج. اوكي بنفس الطريقة إذا سويناها multiplication مثلا كتبنا A B C ضربناها بثلاثة ضربها ثلاث مرات ضربناها بستة طلعنا A B C ست مرات. هذا على أساس أن لما أستخدم strings مع الoperation سواء كانت مثلا plus أو multiplication بنفس الطريقة وبنفس الفكرة. اوكي بعد انا ما قلت لكم عن هذه اعطيكم عليها question وانا ما شرحت لكم اياها. اوكي اللي هي طبعا
بالنسبة أستاذة بس إذا حابين نميز كلمة معينة مثل ما ذكرنا بايثون قبل بين أقواس أيوة. إذا حابين مثلاً نكتبها بديفرنت كلر مثلاً ريد كلر ولا بلو هذا شغلانة ثانية. شوف أنا الحين أتكلم عن الباك إند والباك إند بالنسبة للكلرينج أرجع لك لهذه الرسمة هنا. شوف عندك هذه الباك إند ما إلها دخل بالألوان، ما إلها دخل بالأشياء هذه أبداً، هذه بس اللوجيك إني أنا مثلاً أريد أبحث عن حاجة، مثلاً أسوي سورت، أسوي عملية رياضية إلى آخرة، كلها تصير هنا. أبحث عن حاجة في الداتابيس، فيتش داتا إلى آخرة، هذا تسوي لك العمليات. أوكي، بالنسبة للشكل والألوان والمظهر الخارجي هذه كلها تتبع اللي هو الفرونت إند. انا اتحكم بالالوان وبالشكل وبالصفحه، هل هي دينا ديناميكيه انها تتحرك فيه على اساس انه مثلا البوكس هذا يسوي لك فليب الى اخره، تطلع لك مثلا على اساس اللي هي مثلا عندك الشريط الاخباري الى هذا يتحرك الى اخر، هذا كله في الفرونت اند. اوكي، باستخدام ال HTML CSS جافا سكريبت، وفي عندك كذا فريم ورك ممكن تساعدكم. انا لان شويه مركزه على البايثون فبس انا بغيت اشرح لكم هذا على اساس انكم تاخذوها كفكرة عامة، لأن المعظم أساساً يعني وللأسف إن ما يوضحوا لكم هذه النقاط، إن أساساً إذا كنت أنا أريد أبني موقع أو أبني أبليكيشن لازم أنا هذه الأشياء أحسب لها، يعني هذه الأشياء على يعني المعظم خلاص أنا عرفت بايثون خلاص أنا أقدر أسوي موقع، لا لازم تتعرف عن هذه الأشياء. ممكن أنت ما تسويها بس أنت تعرف أنك محتاجينها، فممكن أنك تحصل أشياء تيمبلت جاهزة، وفي اشياء ممكن انك تنزلها جاهزه وتساعدك على اساس انك انت اساسا ترن، مو بشرط انك تبداها من سكراتش ولازم اتعلمها، لا مو شرط. وضحت الصوره؟ واضح نعم، شكرا. اوكي، اوكي. في حاجة أيضاً في النسبة للسترينجز على أساس الاكسرسايز، مثلاً كتبت أنا مثلاً عرفت على أساس variable مثلاً كلمة hello مثلاً. أوكي، أوكي. أنا كتبتها هذه الفيرست لتر كتبت لنا بالكابيتال والبقية سمول. اوكي، انا اريدها كلها ابر كيس، كيف اني انا احولها بدل ما اكتبها مره ثانيه والى اخر؟ انا خلي السيستم هو اللي يحول لي اياها. فلهسه مباشره من اكتب برنت، اوكي، افتح قوس اكتب الفيريبل هذا which is whatever، يعني اي اسم انت سميته سواء كان مثلا اي ولا سميته مثلا كار اور whatever، يعني انا ضفت لهذا الفيريبل هذا اسوي دوت. اوكي، اكتب upper case upper، شوف حتى ظهر لي مباشرة، انا اختارها upper وفتح لي الاقواس اللي انا محتاجتها واسكر القوس الاخير، خلاص هو يحول لي اياها، يحول لي A هذه الى upper case كامل، فانا احولها الى upper case، حول لي اياها مباشرة. وبنفس الطريقة اذا كنت انا اريدها اساسا lower case مباشرة، انا احط بدل اللي هي كلمة upper اشيل upper اكتب lower. اوكي، فانا حطيت lower يحول لي اياها كامل الى هذه، هي عندي الاجابه هنا الى lower case. وضحت؟ نعم. اوكي، طبعا الساعة 10 ونحن على أساس نخلص الساعة 10 فما أعرف صراحة. لا لا، العادة الأمور طيبة بعد السحور. بعد السحور أقل شيء هذا الاكسرسايز نكمل. نكمل هذا الاكسرسايز؟ أوكي، يمكن اليوم أنا بطيئة جدا ولا سريعة؟ لا لازم مناسب. المهم واضحة، يعني أنا صح إن ممشي شوي يعني الأشياء ممكن تكون في بعض الأشياء أنتوا عارفينها مسبقاً، أنا ما أعرف الباك جراوند تبعكم نهائياً،
فما أعرف إذا عندكم خلفية في البروغرامينج، عندكم خلفية في البايثون، فأنا حبيت إني أبسطها وأخذها خطوة بخطوة، لأن إذا عرفت البيسك وعرفت الأساسيات فخلاص يعني الأشياء حتى لو ما كل حاجة تعرفها بس تعرف حتى لما تبدأ تبحث وتبدأ تشتغل تعرف وين تبدأ أساساً وشو الأشياء اللي ناقصتك على أساس تكمل. في حاجة واحدة بعد اللي هي على سبيل المثال أنا كتبت hello world مثلا، hello مثلا خليني أكبر شوي على أساس أني أخليها أكبر من كذا، لأن hello okay everyone، على أساس أني أنا أريد أعرف اللينث. شو المقصود باللينث؟ يعني كم عدد الحروف يحسب لي إياها مباشرة، كم عدد الحروف في الجملة هذه أو السنتس هذه، كم الحروف اللي أنا استخدمتها هنا. هذا بعض البرامج تحتاجها يعني بشكل عام، يعني مثلا أنا أساسا على أساس أني أعرف اللينث أنا أكتب اختصارا لللينث لين. اوكي اوكي فاحط هنا طبعا لين تبع اي، اسكر الاقواس كلها اوكي واسوي انتر، حسب لي اياها 14. للعلم هو لما يحسب يحسب لك من الحرف الاول بالاضافه الى السبيس، لان اساسا هذه انها يعني ان السبيس هذا اساسا عباره عن في الميموري خلاص انها محجوزه حق حرف او الى اخره، فهي تنحسب ايضا. فاذا حسبت الحروف هذه تطلع لك 14 حرف فمباشره يطلع لك بهذه الطريقه. اوكي نشوف الاكسرسايز. اعتقد قطيت كل حاجه بالك ريبليس اي ثينك تكمية ولا لا؟ الريبليس بسيط جدا. طبعا الريبليس اساسا عباره عن شو، انا مثلا هذه الجمله اوكي انا اريد اغير الحرف الاول منها بعض الجمل او شيء، اريد اغير مثلا حتى ممكن اغير الكلمه كامل، اغير الحرف هذا مباشره ريبليس مثلا شو اكتب مباشره ببساطه برنت مثلا ريبلي اللي هو هذه الحاله اكتبها a equal اوكي فبتكون عندي a dot replace. replace انا بتوين الاقواس هذه احط الريبليس اللي انا احتاجها، اريد ريبليس لل h with مثلا باي حرف اخر مثلا a اوكي اكتب print A. على أساس إني أشوف الناتج طلعت لي على أساس replace الحرف الأول بحرف A، فصارت عندي بدل hello بحرف ال H صارت بحرف ال A. هذا هي replace in general يعني. فـ exercise بسيط جدا، فإذا تريد تجربوه السؤال الأول على أساس إنه يحسب اللينث، على أساس أني أحسب كم حرف موجود عندي في كلمة Welcome to Python Workshop. السؤال اللي بعده
عبارة عن أنك تغير الأبر كيس، غيرها إلى أبر كيس Welcome to Python to have the full sentence with the upper case. الجملة اللي بعدها، السؤال اللي بعده اللاور كيس، والسؤال الأخير طبعا على أساس اللي هو الريبليسمنت. واضحة؟ تريدون نجربه ولا خلاص واضح؟ واضح واضح يا مس. أوكي، لكن عندي سؤال لو سمحتي. نعم. كيف ممكن مثلا نكتب القوانين مثلا الرياضيات بلغة البايثون؟ أوكي، لأن نحن بعدنا ما وصلنا، اللي هي نحن على أساس نوصل اللي هي اللي هو على أساس الأوبريتور. يعني أنا بعدني ما شرحتها، وللأسف عاد الساعة 10:10 فما أعرف صراحة نشرحها بكرة إن شاء الله مع درس بكرة. اللي باقلنا على أساس اللي هي الأوبريتر، أنا صح اليوم بطيئة شوية في البداية على أساس الانستوليشن وإلى آخر، وشرحت لكم شوية على أساس الابليكيشن إن جنرال. بالنسبة اللي راح نغطي بكرة، نغطي على أساس اللي هي الأوبريتر هذه، العمليات الرياضية وشو هي وكيف نستخدمها. وبعد ذلك بعد ما نتعلم على أساس شو هي العمليات الرياضية هذه، كيف كان ممكن نطبقها مثل ما ذكرت في القوانين وإلى آخره، وممكن نستخدمها على أساس اللي هي باللي بعدها طبعاً، اللي هي طبعاً هذه exercise على أساس اللي هي conditions بالنسبة للestimatement عندك loop وإلى آخره. فهذه ممكن هي اللي تساعدنا على أساس logic in general والعمليات الرياضية كامل، لأن أساساً الالجوريثم بشكل عام أغلبها تحصلها عبارة عن for loops و if statement و while وإلى آخرة، كلها الالجوريثمز عبارة عن كذا، وتستخدم لها العمليات الرياضية اللي ذكرتها. فهذا بندرسه بكرة إن شاء الله. فإذا عندكم أي أسئلة أي استفسارات أنا حاضرة. هل نحفظ العمل مباشرة؟ ممكن تحفظ عادي، ممكن تحفظ العمل مباشرة. يعني على سبيل المثال أنا أساسا هو ينحفظ أساسا أوتوماتيكلي خلاص، يعني أنا حفظته خلاص أوكي سيف سكيت. حتى لما أفتح يعني أسكر هذا، طبعا أسكر لهذا أسكر كامل exit بايثون، طبعا لأن فاتح workshop 1 لازم أفتح workshop 2. حفظنها وين؟ حفظنها أنا ما انتبهت وين حفظتها للأسف. أساس إني أسهل عملية أفتح كذا. أفتح on Python. Okay, sorry. Open. PyCharm. هذا هو بالنسبة للفايل بالنسبة لي أنا. لما يفتح يقول لك تريد تفتحه في هذه الويندو أو نيو ويندو على راحتك. أنا فتحته مثلا في نيو ويندو على أساس إنه يفتح لي. هذا كنت آخر حاجة اللي كنت كاتب لها انحفظت من الأساس. مجرد إن أنا سكرت النظام خلاص انحفظت من الأساس. بس to be more save يعني سوي save. Make sure يعني. اضغط Control C. That's it. Any more question؟ بالنسبة للسلايدات هل بتشاركوها معانا ولا؟ عادي أعطيكم إياها بس كيف أوصل لكم إياها؟ ما عندي إيميلاتكم. نشوف ما مشكلة نوصل لكم إياها. جزاك الله خير. حتى ممكن أعطيكم إياها بطريقة ثانية، أنزلها على دروب بوكس وأرسل لكم اللينك. أيوة بعد زين أفضل. Any more question? No, thank you.
بس لو تعيدي اللين لو سمحتي. سوري؟ لو تعيدي اللين. اوكي ان شاء الله دقيقة بس. شوفي لين اساسا ببساطه عباره عن شو، انا كتبت variable اوكي، عرفت ال variable هذا بالقيمه هذه، معناته ان انا اساسا عندي ال a تساوي هذا الشيء. فانا اذا كنت اريد اعرف عدد الكاركتر او عدد الحروف اللي موجوده عندي في هذا السترينج هذا في هذا السنتنس كم عددهم، مباشره احط عندي print اوكي، افتح القوس اكتب لين هي اختصار على اساس اللي هي اللين اوكي، واحط الفيربل الفيربل اللي عندي انا اللي هو الاي اوكي، اسويها رن ذاتس ات اوكي، طلع عندي 14. فاذا جيت تحسبيهم 1 2 3 4 5 وسبيس ذكرت لجنا نحسبها 6 7 8 9 10 11 12 13 شفت غلط يعني. بس هو ايش الاوبجكتيف استاذ عشان نعرف اللينث يعني؟ سوري وش الهدف وش الاوبجكتيف ان نعرف اللينث؟ شوف في بعض شوف ابسط حاجه ابسط حاجه عندك عندك اللي هو الوورد اوكي، احيانا تضطر انك تعرف عدد الكلمات صح؟ ايوه، وتريد تعرف عدد الحروف. نعم، في بعض الابلكيشن تتطلب هذه المعلومات. ليش؟ على اساس انك انت احيانا تحتاج على اساس تحسب السبيس، تحسب للسيرفرات، تحسب للداتابيس، تحسب لكل حاجه. هل انا ممكن ان انا اساسا البرنامج تبعي يتحمل هذا الكم او لا؟ هذا واحد من يعني من اليوز كيسز. ومن اليوز كيسز ان مثلا في بعضهم على اساس مثلا اللي يشتغلوا مثلا على اساس بالترجمه ويشتغلوا كذا، واذا كان عندهم برامج كذا تحسب لهم كالكوليت، يعني هو ترجمت عدد مثلا ترجمت اليوم صفحتين او ثلاث صفحات، وهذه الكلمات أساساً حيحسبها بالكلمة، أساساً يحسبها بالفلوس. إن أنا عدد مثلاً 500 كلمة أحسبها مثلاً بعشر ريال على سبيل المثال، أنا ما أعرف صراحة الأسعار أوكي. فهذا بعضهم يحتاجوا هذه الأشياء بدل ما هم يحسبوا، إن في برامج تسوي لهم هذه الأشياء، وعندك الوورد يسوي لك هذه الحركة، يعني إنه يحسب لك عدد الحروف أو يحسب لك عدد الكلمات. هل في ليميتيشن هنا بالناحية اللينث؟ هو يعني لا، ما في ليميتيشن نهائيا، يعني انت مثل ما ذكرت لك انت اللي هي السترينج او السنتنس اللي حطيتها او انبوت. بكره نحن راح نشرح على اساس ان انا لين الحين ما في انبوت، مثلا انا على اساس ان ما شرحت لكم على اساس ان انا مثلا اكتب برنامج مثلا اكتب برنامج مثلا على اساس insert your name or مثلا add your age or add your school name الى اخره، فتطلب من اليوزر هو يدخل هذه البيانات، وهذه على أساس أنها input تجيك من الخارج، تدخل البيانات وتحفظها معك. فهذه ممكن تحط لها limitation. أنا على سبيل المثال هذا البوكس مثلا هذا الفيلد أنا ما أريد أن مثلا يتعدى مثلا أبسط مثال لهذا الشيء اللي هو على سبيل المثال أن مثلا شايف البوكس على أساس تدخل بعض المواقع تدخل على بعض المواقع ويطلب لك مثلا تريد تسجل فيها، ويطلب لك مثلا على اساس الباسورد، ويحدد لك ان الباسورد ما تزيد عن مثلا 20 حرف. هذه فيها ليميتيشن، حطي لها ليميتيشن انه ما تزيد عن 20 حرف، سواء ارقام الى اخره، ممكن رموز حروف الى اخره، بس هو ما همني هذا، بس انا همتني جزئيه الليميتيشن. فهذا الليميتيشن انا محددت لنا في البرنامج من الباك اند ان انا اساسا هنا في هذا الفيلد انا اريد ليميتيشن انه ما يزيد عن 14 او 20 حرف او رمز او رقم الى اخره. هذا واحد من اليوز كيسز، يعني على اساس انك تحدد الليميتيشن. طبعا هذا يعتمد على اليوز كيس، ممكن تخليها without limitation، ممكن تحطها بالليميتيشن على حسب الفيلد اللي انت تريده. بعض الفيلدز مثلا اذا كنت تطلب سنه اوكي، سنه فيها سنه مثلا اربع ارقام،
مستحيل انك تخلي السنة بخمس ارقام لان بعدنا ما وصلنا. اوكي نكون ميتين مثلا. اوكي اربعة ارقام، الاربع ارقام هذا ولا انت تحط limitation، هذا يساعدك على اساس validate انه ما يجيك اي شخص يدخل بيانات خاطئة او يزيد لك رقم. فكذا لما هو يدخل هذا مثلا بالخطأ، مثلا بدل ما يكتب 2022 زاد رقم زيادة مثلا زاد 3 تكون 2023 مثلا، وهذا مستحيل، هذا خمس أرقام. الخمس أرقام هذا أول ما يحطها ويسوي submit أو يسوي enter بيظهر له error، لأن أنا أساسا مسوي validation على هذا الفيلد إن هذا أساسا limitation تبعه أربعة حروف أو أربع أرقام أو أربع character إلى آخره. وصلت الفكرة؟ واضح. نعم شكرا. Any more question؟ شكرا دكتورة صفية، يعطيكم العافية. دكتورة باكمل ده في المشروع؟ بكرة لا، بنكمل بعد بكرة إن شاء الله راح يكون عندنا اللي هو المشاريع، بس إذا خلصنا ممكن نبدأ واحد أو اثنين من المشاريع لأنهم بسيطات جدا. مثل ما لاحظتوا البايثون بسيط جدا، والكود أساسا ممكن أنك تكتب الكود هذا في الجافا ممكن تكتبه مثلا 200 سطر، بس في الجافا في البايثون ممكن تكتبه ب 20 سطر. تمام مشكور دكتور. أوكي يعطيكم العافية. شكرا بارك الله فيكم.